وصلنا لفقرتنا المواليه اللي غادي نتكلموا فيها كما قلت مع السي جمال السعدي اللي هو نائب رئيس الجمعيه الاقليميه للمرشدين السياحيين بمراكش. مجله عالميه مشهوره معروفه جدا في المجال السياحي سميتها تايم اوت. تايم اوت مجله دارت واحد سونداج دوبينيو او استقراء للراي يهم 20,000 شخص بمختلف مناطق العالم. فمن خلال الآراء ديال عباد الله صنفات 10 ديال المدن هي الأفضل في العالم والأكثر والقبلة الأكثر للناس في العالم. من بين هذه المدن في المركز السابع مدينة مراكش. جميل، مشرف جدا الأمر، مع العلم أنها المدينة العربية الوحيدة اللي صنفت والمدينة العربية الوحيدة اللي دخلت لها تصنيف، رغم يعني رغم كين مدن عندها صيت نوعا ما، يعني كين القاهرة، كين دبي، كين البطحة، كين الكثير من المدن العربية اللي عندها صيت عالمي، ولكن ما دخلاش للتصنيف، في حين أن مدينة مراكش دخلت للتصنيف ضمن 10 الأفضل في العالم. معنا للنقاش جمال السعدي في فقرتنا الأخيرة ميد إن مروكو. السلام عليكم سي جمال. مساء الخير سي الحسين، ومرحبا بالمشاهدين الكرام ديال جدة تي في. مرحبا بك سي جمال السعدي، نائب رئيس الجمعيه الاقليميه للمرشدين السياحيين بمدينه مراكش. كيف ما تتعرف السي جمال هو انه المجله العالميه المشهوره جدا تايم اوت دارت واحد استقراء للراي عبر العالم يهم ما يقارب 20,000 مستجوب، اعطاو 10 ديال المدن الافضل في العالم بالاجماع ديال هاد 20,000، فلقوا مدينة مراكش ضمن العشرة الأوائل، في حين غابت كل المدن العربية في هذا التصنيف. سي جمال، بداية شنو الأهمية ديال هذا التصنيف اللي دارت المجلة تايم أوت؟ هي مجلة معروفة على مستوى العالم، يعني أي واحد تقلب على السياحة في العالم، تقلب على المدن في العالم، تيمشي لهذه المجلة باش يعرف. فشنو اللي غادي نستافدوا حنا من هذا التصنيف؟ شكرا. أولا خصنا نعرفوا أن تايم أوت اللي هي ماشي غير مجلة، هي كذلك دليل انه كيشريه اي زائر خاصه الدول الانجلو ساكسونيه باش يعرفوا التوجه ديالهم، وحيت كيبرمجوا واحد المدينه او منطقه بيمشيو ليها كيحلوا التايم اوت وتيشوفوا اشنا هما فين يمشيو، المسكن، الاكل، الزيارات التاريخيه، حتى المرشدين السياحيين تيختاروهم. يعني هذا هو الدور ديال التايم اوت اللي معروفه في الدول الانجلو ساكسونيه. الى خدينا الدول الفرنكوفونيه كنلقاو لو غيد بلو اللي ما بقاش، كنلقاو لو غيد غوتار، كنلقاو يعني هذا هو الصنف ديال التايم اوت. فعلا التايم اوت عندها واحد الصيغه مهمه جدا في الدول الانجلو ساكسونيه اللي كتعطينا واحد الصفه اللي خصنا نعرفوا انها كتمكن تطلع وتنزل ديك البلاد اللي كتكلم عليها. الحمد لله كيف قلتي وهي تعرفت اخيرا ان التايم اوت صنفت، رغم العدد القليل اللي دارت معاهم الاستجواب، رغم العدم القليل جات مراكش هي الثالثه عالميا والاولى عربيا. ما نساوش ان اخيرا كذلك كان واحد تصنيف ديال واحد جوج القرى مغربيه اللي كانوا معروفين، تصبحوا معروفين كذلك عالميا. اشنا هو السر؟ هذا هو اللي مهم. السر اللي خصنا ناخذوه بعين الاعتبار ان ما هي الصفه اللي نعطيو المدينه السياحيه باش توصل لهذه الشهره وباش توصل لهذا المستوى؟ اولا نعرفوا ان ديجيتاليزاسيون
راه كتلعب واحد الدور مهم ومهم ومهم جدا. نعم الرقمنه هنا، الرقمنه هنا ناخذ بعين الاعتبار ان الحمد لله ان المكتب الوطني المغربي للسياحه دخلها في واحد البرنامج ديالو، حتى انه يمكن نقول 70% من التعام، يمكن زدت فيه شويه، ولكن مشاو في التعامل ديالهم في الرقمنه. علاش؟ اي واحد الان عنده البورتابل ديالو الا انه تيكليكي تيشوف المغرب. اكثر من هذا الفريق الوطني والمستوى العالي اللي تبرز فيه في لا كوب دي موند، مشات دخلنا لجوجل كنلقاو اكثر من 250 مليون كليكاو باش يعرفوا المغرب. ولكن دائما مراكش كان عندها واحد الصفه، الاسم ديالها هو مارك ديبوزي، مهم جدا خصو يتعرف. علاش هذا التصنيف؟ كيفاش نعرفوا شكون هي المدينه السياحيه؟ وهنايا الى تسمحتي لي تفضل، كنتجه مباشره لجميع الممثلين وخاصه الناس ديال الجهات والاقاليم والمجالس المحليه، الى بغاو تكون مدينتهم مدينه سياحيه خصهم يعرفوا كيفاش تكون المدينه السياحيه. فمراكش اولا هذا المارك ديبوزي عندها واحد الصفه معروفه عالميا من القديم، تعطات بدات بالستينات والسبعينات مع ما يسمى بالهيبي. هذه كتعطي واحد الصفه، حتى ان ذاك اسم مراكش الجمال يدو مراكش، مراكش يعني كتعطيه واحد الصفه جميله جدا، حتى ان انا مثلا كمغربي بغيت نخرج على المغرب، بغيت نمشي لاوروبا او اسبانيا، اش كتبان ليا؟ اما مربيه اما برشلونه، الاسم يتردد في الجماليه ديال المكان. بغيت نمشي لفرنسا اما لا كوت دازور اما باري، بغيت نمشي لايطالي اما ريميني اما ميلانو، بغيت نمشي لامريكا الشماليه اما نيويورك اما لوس انجلوس. يعني هاد الاسماء مراكش داخله في هذا النطاق ديال هاد الاسماء. اي واحد كيتكلم على هاد المدن العالميه الا وكيشوف مراكش داخله في العاشر الاوائل. نعم بالحب والجماليه المدينه. نعم المدينه باش تكون سياحيه اولا خص يكون عندها عدد كافي ديال المأوى والفنادق. الفنادق العدد الكافي، فإلا خدنا المثل ديال مراكش كتفوت 75 ألف غرفة في المغرب مراكش، بدون هادو اللي كلاسي، بدون اللي غير اللي ما مكلاسيينش، ونضيفوا لهم المدن دور الضيافة اللي عندنا 3600 دور ضيافة، مهمة جدا ناخذوها بعين الاعتبار. ثانيا سناخذوا بعين الاعتبار كذلك الطائرات اللي كتمشي مباشره لمدينه مراكش، كتسمى دي بوينت ا بوينت. كاين واحد الجارغون، كاين واحد الجارغون في السياحه معروف، اشنا هو؟ غرفه تساوي مقعد في الطائره. غرفه تساوي مقعد في الطائره. ما يمكنش تحل مدينه سياحيه الا ما عندك طائرات مباشره بدون الممر على لوهوب ديال ديك الدوله. كازا بلانكا حنا هو لوهوب، خصنا دائما النقطه النقطه دو بوينت ا بوينت. مراكش باريس كتجي منها تقريبا واحد يوميا واحد ست او سبعه مباشره لمراكش بجميع النوع انواع التيارات والشركات، ماشي غير الخطوط الملكيه. هنا هذا اولا كي قلت لك عدد الغرف خصو يكون مهم، الطائره مهمه جدا، انما باش بتجيب السائح الا ما عندكش عدد الطائرات اللي بيستقبلوا لك يجيبوا لك السائح. الوغ ها انت جبتيهم، ها انت سكنتيهم، خصك تدير لهم التنشيط، انواع التنشيط متعدده، ماشي غير دير جامع الفنا وراه صافي كملتي. لا، جامع الفنا مهمه ومهمه جدا في النشاط الثقافي والمسرحي وكيف نمكن نسميوه هذاك اللي الحمد لله اليونسكو عطات هذيك الصفه اللي عطات ليها الان. ولكن الاكل، انواع الاكل، يمكن نقول مثلا مراكش وفاس عندهم نفس الاكل، ولكن تنويع المطاعم
اللي تينقص في عبد المودن، وحنا عندنا الحمد لله تفتحوا مع تيم كتار. تنويع التنشيط الليلي. تنويع التنشيط. ثانيا كان خصنا ناخذوا بعين الاعتبار بما يسمى لي سيغمون داني باش تجيب السائح، لان كاين السياحه الثقافيه، السياحه العائليه، سياحه المؤتمرات، سياحه ديال اللي سميتهم هذاك المعارض. فالحمد لله السياحه الثقافيه كذلك راه قلتها لك هي الاولى. وصلنا ان الجهه فهمت خص يكون عندنا واحد المقر ديال المعارض، لانه المؤتمرات بغيت تبنى بالي دي كونغري جديد، وعندنا ديجا ثلاثه في مراكش. ثلاثه ومهمين جدا. هادو اللي استقطبوا لنا جميع السياحات المؤتمرات. دابا بغينا نزيدوا واحد قصر مؤتمرات اخر، وبغينا نزيدوا واحد البارك ديكسبوزيسيون. هاد البارك حتى الدار البيضاء ما عندهاش، الدار البيضاء عندنا ذاك القديم اللي قدام جامع الحسن الثاني اللي ولا صباح صغير، هذه الدار البيضاء. الرباط عندها ديال ديال سميتو ديال ماشي بوزنيقه ديال صغيرات اللي عندها. فاس ما عندهاش. وازن عندها واحد صغيور. اكادير عندها واحد قصر مؤتمرات مهم علاش انا نوضح واحد النقطه باش ما تسمى السياحه الموسميه. نعطيك مثال طنجه والسعيديه تيخدموا سياحه شاطئيه موسميه. السياحة في طنجة كتخوى في واحد الوقت. السعيدية كنسدوها كاع، كنسدو البيبان. علاش؟ تيخصنا نوعو في طول السنة كيفاش نستقدمو السياح. تندرسو علاش؟ المكتب الوطني المغربي للسياحة كيدير واحد الدراسة للدول اللي يمكنهم يستقدموهم في واحد الوقت. إذا خديت واحد المثال بسيط، ناخذ واحد المدينة معروفة عند المغاربة في إسبانيا اسمها فوانخيرولا. هاد فوانخيرولا عندها عدد الغرف 4 مرات او 5 مرات ديال طنجة، لا في الريزيدونس ولا في الفنادق ولا الى اخره، يعني 5 مرات لعدد كبير، يعني العرض موجود ديال الغرف. ثانيا سميتو الصيف كيبيعوا المغاربه كثار تيمشيو لفوانخيرولا حيت وتلقاو الثمن نازل على طنجة، حيت العرض في طنجة عالي قليل والثمن عالي. هذا العرض قليل والثمن تيطلع عليه حيت تعمر طنجة، تيوليو الناس كيطلبوا الثمن عالي. فواخيرولا عندها العرض كبير، اذا كتنزل الثمن ديالها. هي كدوز دايره السياحه الشاطئيه والسياحه الشوبينغ، يعني الناس تقدى. هذه راه خصها حتى يفكروا فيها في بعض المدن. كالدار البيضاء راه خدامه كتفكر فيها باش تكون عندها في الدار البيضاء. حيت كتخرج الفتره الشاطئيه ديال الصيف، جوان جويي اوت حتى سبتمبر. الان فوانخيرولا ممتلئه عن اخرها ولو برد. اش عندها ثاني؟ اش كدير؟ كدير واحد السياحه عائليه ديال لي زونغلو ساكسون، وكدير مؤتمرات، وكدير معارض. كل كتغير وكتجدد باش معمر دائما تكون السياحه. اذا مراكش هكا بدينا. اولا المجالس الجهويه اللي دازت الحال الحالي كانوا داروا واحد الدراسه كانت مهمه جدا. اشنا هي؟ مثلا حيت كندرسوا الدول اللي بغينا نجيبوا نستقطبوا منها السياح لمدينه مراكش، اش كنديروا؟ كندرسوا ديك الدوله اشنو خصات، اش من نوع السياحه اللي بغاو في بلادنا. ناخذوا واحد المثال، المانيا كانوا تيبغيو السياحه الشاطئيه، اش درنا لهم؟ في دوك لا 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 بروموسيون ديك الاشهار اللي كنصيفطوا لهم، كنصيفطوا لهم دي بيسين صوار ديال لي بيسين كبار، تيبان لهم ان واخا في مراكش راه يمكننا نمشيو نعومو نستحممو في دوك لي بيسين. والحمد لله جاو شركات فتحوا دي بيسين كالشاطئ وموجودين في مراكش. يعني هذه امثله اللي كتدرس، حيت كندرسوا ذاك الزبون اللي بغى يجي عندنا. ولكن ما نساوش ان مراكش كما كتعيش بوحدها، كتعيش بالجهه ديالها، المنطقه ديالها، المنطقه الجبليه اللي هي مهمه ومهمه ومهمه جدا. حتى ان جبال توبخال كتستقطب لينا واحد النوع ديال السياحه الجبليه اللي هي كذلك السياحه الخضراء الايكولوجيه الرياضه
والسك والثلج مع اوكيمدن، هادو راه نقاط مهمين. اش عندنا واحد السياحه شاطئيه عندنا في مراكش والجهه ديالنا الصويره واسفي، يعني حيت كناخذوا البحر كنصوروا نحطوا لهم صويره، كنحطوا لهم داك النوع ديال السياحه ديال الصويره اللي هو معروف حتى هو كذلك ومحبوبه صويره بالمهرجان ديالها، معروفه بالجماليه ديالها، والساكنه بصويره اللي كنحييهم يعني كيستقبلوا السياح بواحد الطريقه جميله وجميله صح جدا. صحيح. اسفي اسفي كندخلوها لان حتى هي منطقه داخله في الجهه ديالنا. وما نساوش عندنا بعض المدن كبن قرير كشيشاوا كالقلعه السراغنه داخلين في الجهه، تنخدموا معاهم السياحه الايكولوجيه والفلاحيه لي فيرم لي ميزون دو فيرم، وتنضيفوا هادو كنضيفوهم تندخلوهم في الباكيج اللي كنبينوا للسائح راه اللي عندك ما تشوف كاين تنشيط، كاين الزيارات الثقافيه، الزياره الايكولوجيه، الجبال والشواطئ والاكل المراكشي والاستقبال جميل بالحب البهجاوي ديال مدينه مراكش. هذا هو اللي كيعطي لمراكش هذيك الصفه. علاش انا كنمرض كاينه فاس مكناس جهه جميله جدا ناقصها التنشيط. نعم سي جمال السعدي، سي جمال السعدي نعاودوا نتواصلوا معاه فيما بقي من وقت ما بقاش بزاف. إذا ماشي صدفة أن مدينة مراكش اختارت واحدة من أفضل مدن العالم وأحسن قبلة سياحية، ماشي صدفة من طرف الدليل ومجلة تايم أوت، ماشي صدفة كما قال جمال السعدي. هي أشياء كثيرة على مستوى البنية التحتية الفندقية الطرقية الترانسبور الخطوط الجوية توفير العرض يعني قاعات المؤتمرات باش لكان مؤتمرين غادي يجيو بالآلاف بالمئات، فكاين قاعات كاين قاعات المؤتمرات أو قصر المؤتمرات، يعني السياحة الشاطئية متوفرة في الجهة ديال مراكش، الحوز السياحة السياحة الثقافية حديث ولا حرج وهكذا، جميل جدا. لهذا مراكش وضعت ضمن لائحة أفضل المدن في العالم مش صدفة. وما أتمناه كما قال جمال السعدي نفس الشغال اللي كاين على مراكش وجهة مراكش أنها تكون نقطة جذب لسياح العالم وأنها تصنف ضمن أفضل المدن العالمية، أتمنى أن يكون نفس الشيء على مدينة مراكش، وأن يكون نفس الشيء على مدينة ورزازات، وأن يكون نفس الشيء على مدينة الراشدية ومدينة الدار البيضاء ومدينة السعيدية ومدينة وجدة إلى آخره. بغينا كل المدن المغربية تكون هي الغالبة في لوائح التصنيفات العالمية بالوجهات السياحية. لماذا؟ لأن عندنا من الإمكانيات الكثير، فقط خصنا الاشتغال، فقط خاص الاشتغال. إذا كان الاشتغال، إذا كانت الإرادة كيف ما داروا الناس المسؤولين على مراكش، راه كونوا متأكدين راه ضمن هذه اللائحة ديال تايم أوت ما تلقاش مراكش بوحدها، غتلقى مراكش وغادي تلقى ورزازات وغتلقى السعيدية وغادي تلقى طنجة وغادي تلقى العديد من المدن، فقط هي مسألة اشتغال وإرادة. سي جمال السعدي، إذا جميل هادشي اللي قلتي، راه ماشي صدفة مراكش صنفت، لا راه كاين مجهود، كاين عمل، كاين عرض، كاين عرض متنوع جدا على طول السنة، جميل جدا. هنا باش نختموا ما بقاش الوقت الكثير، هنا تكلمنا على هادشي كامل، ولكن كاينة واحد النقطة أساسية سي جمال السعدي اللي هي مستقبل السائح. تكلمنا على البيسينات مزيان، البحر مزيان، المآثر التاريخية والثقافية مزيان، قصور المؤتمرات مزيان، الريستو المطاعم مزيان، الأوتيلات مزيان، الروض واللي ميزون دوتو هذا مزيان، ولكن كاين واحد الحلقة مهمة جدا هو ذلك الشخص الذي يستقبل السائح. تكلموا عليكم انتوما كمرشدين سياحيين، تكلموا على مول الطاكسي، وحنا تترجعنا هذه القضيه
المشكل اللي وقع ديال مونطاكسي مع اليوتيوبر اللي دار عليه فيديو وصدق دار لنا مشكل كبير على المستوى الوطني على المستوى العالمي، وتخذات اجراءات في حق هذا الشيفور ديال الطاكسي، وكنتو نتوما السي جمال السعدي من الفاعلين القويين في هذه القضيه باش تحافظوا على وجه السياحه المغربيه والشيفور ديال الطاكسي في مدينه مراكش. فبالتالي اذا هذا العنصر البشري رخصه هو ارقاء لهذا المستوى ديال التصنيف ديال مدينه مراكش، وعلى سبيل الذكر ذلك الشيفور ديال المونطاك ديال الطاكسي اللي وقع معاه مشكل. سيد الحسين سيد الحسين نتكلموا بالواقع وما نخبيوش الشمس بالغربال. نعم عندنا مشكل في مدينه مراكش. اشنا هو اللي ما كاينش في بعض المدن المغربيه؟ الا خدينا اكادير عندها الفلاحه والصناعه والصيد البحري، تفقين؟ اش عند مراكش؟ اش عند مراكش؟ السياحه، الفلاحه ديالها عايشه واحد الازمه خانقه، نقص الامطار. الصناعه ديالها هي لاغرو اليمونتير، اما التكستيل هرب علينا ما بقاش في مراكش. نتفقوا في هذا الباب هذا. نعم الصناعه اللي بقات هي صناعه التقليديه. نعم الحمد لله الناس طوروها واصبحت من اجمل ومن احسن على الصعيد الوطني. اذا ساكنه مراكش اللي كتعدى واحد المليون نسمه كيجيوها من النواحي ديالها ناس بيقلبوا على الشغل. اشنو هو الشغل اللي موجود؟ هي السياحه. هذا راه خصنا ناخذوه بعين الاعتبار. الحاله اللي وقعت الا اخذنا بعين الاعتبار لانه فعلا هذاك السائق كان دون المستوى وساء البلاد وساء الصفه ديال البلاد وديال خاصه بعد ما وصل ليه الركرابي. وانا كنقول خصك ركراكات جميع القطاعات في البلاد. انا كنقول خص ركراكات جميع القطاعات في البلاد. زوين هاد ركراكات القطاعات. وي خصنا نمشيو لركراكات جميع القطاعات في البلاد، لانه نحيي الركرابي وسيدنا راه كبر بيه وسيدنا كيتمنى ركراكات جميع القطاعات في المغرب. صح. اذا الى خدينا بعين الاعتبار السي الحسين نقطه مهمه، عند تاكسيات مراكش 32 ألف رخصة ديال سياقة التاكسي. 32 ألف رخصة. الأولى عندنا 3500 ساكسي أغريمون دو تاكسي بين الكبير والصغير. مع من بغاو يخدموا هاد الناس؟ كلهم بغاو يخدموا مع السياحة. هنا أولا لا يمكن أن لا أحيي المواطنين الأحرار فيهم اللي تيحبوا وطنهم واللي تيستغلوا مع المغربي ومع السائح بقناعه، لانه الا شفنا ذاك اليوتيوبر تكلم على الخطا اللي طرح بهذاك، كاينه واحد اليوتيوبر امراه فرنسيه عطات درس لفرنسا بسائق تاكسي وراتهم التواضع والقناعه. كاينه اليوتيوب نقدر نصيفطوا لكم. نعم اذا كاين جوج الحالات، كاين اللي هما دون المستوى وكاين اللي مستواهم عالي. حتى ان هذيك 32 ألف فيها من الدرجة الاجتماعية من لا دراسة له حتى اللي عنده الماستر. ما تنساش كاينين واحد الوقت كنا كنقولوا واش تنلاحظوا ان في القاهرة ان دكتور تيسوق الطاكسي، وانا كنقولها في مراكش عندنا الناس عندهم الماستر والديواس كيسوقوا الطاكسي. علاش؟ لان ما كاينش الشغل، لا ما كاين حتى شي حاجه اللي تعمل في مراكش من غير السياحه. وكل شيء بغى الربح السريع. هذه خطيره. اولا سميتو نخرجوا من المدرسه مبكرين، لان رغم ان الدراسه اوبليغاتوار ولكن ما كنطبقوش حتى ل 16 عام وندخلوا للتكوين. ثانيا كيخرج الانسان بالدبلوم ديالو ما لقى خدمه، اسهل ما يمكن هو يمشي للولايه ياخذ بيرمي دو كونفيونس ويجي يخدم في التاكسي. انه كاين اللي بغى يكون مرشد وممكن يقول لي الارشاد ديال غير القانون، وكاين اللي بيخدم في البازار، كاين اللي بيخدم في المطعم، ما كيلقاش خدمه. اشنو اللي كاين؟ يمشي للولايات ياخذ بريمي تاكسي. اش كيبان ليه؟ كيبان ليه غير ينتف من ذاك السائح ويصبح سائق تاكسي. نعم. المطار الحمد لله. نعم باش نختصروا السي جمال. نختصروا السي جمال. بالزربه غادي بسرعه. الحمد لله كنحيي النقابات الاربعه اللي كاين في التاكسيات. اتفقوا مع الولايه بعد ما حاولت نتصل بالسيد الوالي وكنحيي السيد
قصوا الحلو اللي قبل الفكره اللي صفت ليه ان انه نفتحوا واحد الكيشي سبيسيال باش نحيدوا هذاك الصفه انه السائح يتطوع مع السيفور التاكسي يلقى يخلص الثمن ديالو سميتو الكورسه ديالو فوسط المطار ياخذ ان بون ويمشي لذاك التاكسي غادي نحيدوها بصفه نهائيه. اذن احيي السلطات المحليه واحيي النقابات الاربع اللي وصلوا لهذا المستوى وغادي نمشيو بالتدريج باش نحلوا جميع لانه ما يمكنكش تحل جميع المشاكل الا ما حليتها من الجذر. نعطيك واحد المثال بسيط السي حسين اسمع عليا. نعم. مازال عندنا لي زاغريمون في التاكسيات هو المشكل. خصنا ما يبقاوش لي زاغريمون في المغرب. نكونوا واضحين خصنا ندوزو اما للشركات اما الدوله تاخذ بيدين التاكسيات ولا هي شركه ديال الدوله. مثلا دوله الامارات قطر حكومه قطر باردون حكومه دبي حكومه دبي التاكسيات ديالها ماشي ديال لاغريمون والشيفورات عندهم ماجورين من طرف حكومه دبي وتاخذوا واحد الاجره تلقاو التاكسي نقي تيسوقوا بالسائح ديالهم وما تيطلبوا له لا زياده داكشي اللي في الكونتور يخلصوا. اذا خصنا نلقاو حل ونحيدوا لي زاغريمون ولكن الشركات اللي يمكن لها تكون في المستوى افيك ان كيد شارج وتولي كتستقطب وكتخدم باحترام ويكون حتى السائق عنده الضمان الاجتماعي عنده السيكيورتي عنده السالير ديالو كل شيء واضح. ما حد عندنا لي زاغريمون لان واحد تلقى عنده 10 و20 اغريمون وكيخدم معاه ستات الشيفورات في التاكسي واحد وكيجيب له 500 درهم بزمنه وهذاك السائق خصو يمشي في الموبيلا خصو يدير المازوت خصو كل شيء منه ويسرق سائح باش يعطي 500 درهم في النهار لذاك مول لاغريمون. هادو خطير انه خطير باش تلقى واحد الشخص عنده 10 و20 اغريمون وكاينه 32000 رخصه سياقه ديال التاكسي تاني خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. اذا واضح الحل الجذري اذا وكاين اكثر من هذا سي جمال مريض الحناش كاين الحنايات مريض الحنايات في ساحه الجامعه عندنا تيخسروا الصوره ديال البلاد هادو كلهم خصنا ناخذوهم بعين الاعتبار ولكن كتبقى مراكش مدينه البهجه مدينه الاستقبال المدينه الجميله اللي كتعطي واحد الصفه عالميه المدينه العالميه المدينة العالمية صحيح الآن عامرين على يعني جميع الفنادق عامرة عن آخرها جميل مع رأس السنة. شكرا لك جمال السعدي نائب رئيس الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بمدينة مراكش. لا بد من تقنين الأمور ولا بد من وضع إطار لكل أمر معين الشفرات التاكسيات إلى آخره كل حاجة تكون عندها واحد الإطار ويكون عندها نظام قانوني ديالها باش السائح من اللي يجي المغرب سواء كان داخلي أو كان أجنبي ميتلفش ميتوش ميكونش ضحية لابتزاز معين لسرقة معينة من طرف شخص معين كيف ما بغى يكون وجامع لفنا على انه وتكلم على الحناش والحنة وهذا فهذا الشيء ماشي مشكل داخل في واحد النوع واحد المولود شعبي مغربي ما نقولش ثقافي انما مولود شعبي مغربي ولكن الامور دار لها واحد التقنين ودار لها واحد الضبط معين باش يكونوا تخدموا السياحه في مراكش ماشي سيئوا السياحه في مدينه مراكش.